كتير بنتسأل من المرضى في العيادة: يا دكتور أنا بستخدم فرشة بانتظام بعد كل أكلة، وفي نفس الوقت أنا معرفش التسوس ده بيجيلي منين. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف إيه هي الوظيفة بتاعت الفرشة. أنا بستخدم الفرشة ليه؟ أنا بستخدم الفرشة والمعجون عشان حاجتين مهمين خالص. أولا بطلع بقايا الأكل بين الأسنان، الحاجة التانية بعمل مساج للثة، فبالتالي بعمل على تقوية اللثة بتاعتي عشان ما تنزفش، عشان تبقى اللثة صحية. طيب هل الفرشة هتطلع بقايا الأكل لوحدها؟ لا، الفرشة مش هتطلع بقايا الأكل لوحدها، في أداة تانية لازم أستخدمها عشان خاطر أطلع بقايا الأكل، ودي بستخدمها قبل الفرشة، وهو الخيط بتاع تنظيف الأسنان، الخيط الطبي. الخيط الطبي ليه؟ لأن الخيط الطبي ده بيبقى معالج إن هو يطلع بقايا الأكل بأمان، وفي نفس الوقت ما بيعورش اللثة. الحاجة الثالثة إن هو بيطهر مكانه بالمادة المضافة عليه مضادة للبكتيريا. كده أنا نظفت أسناني كويس لغاية الوجبة اللي بعدها مفيش أكل بين الوجبات، إن شاء الله مش هيحصل تسوس بين الأسنان. شكراً.